تنضم إلينا من استوديو القاهرة المخرجة السودانية سارة سليمان. أهلا بك معنا في صباح جديد وعلى شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، أبرز ما يميز هذا الفيلم الوثائقي وإلى أي مدى يحكي عن معاناة المرأة السودانية؟ أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم جميعا ولكل اللي بيشاهدونا على شاشات التلفزيون. صباح النور. أهلا بك. الفيلم أجساد بطولية طبعا هو فيلم تاريخي طويل، بيتكلم عن نضالات النساء من خلال الأجساد، من خلال الجسد الأنثوي يعني. فإحنا عندنا عدة استخدامات لهذا الجسد. فعندك الاستخدام الأول، كيف الحكومات قمعت الجسد ده عبر تاريخ. يعني إحنا طبعا الفيلم هو بتناول فترة تقريبا من 1900 إلى أول السبعينات، فهو ما بيتكلم عن السودان الحديث. ففي الدراسة دي إحنا أو في الفيلم الوثائقي ده بنشوف كيف النساء استخدموا الجسد ده للتحرر، كيف العادات والتقاليد هي قمعت هذا الجسد، وكيف الحكومات أيضا قمعت هذا الجسد. عايزة أسألك عن فكرة واختيار اسم الفيلم. أنا عارفة أنه الأفلام يعني لازم يكون اسمها طبعا يعني بيوضح اللي فيها، وفي نفس الوقت بياخد وقت ومجهود طويل قوي عشان نوصل للاسم الصح، فأكيد كانت رحلة وأكيد كان في أسماء تانية مقترحة، حابة أعرف منك. طبعا الاسم بالعكس، أنا يعني من أول ما عرفت أنه أنا عايزة أعمل فيلم كان عندي الاسم دي، لأنه إحنا لما نيجي نتكلم عن الجسد ما بس بنحرر أجساد النساء، إحنا بنحرر الكلمة ذاتها. فكلمة الجسد ذاته إحنا بنتخوف منها في المجتمعات حقتنا، فلذلك كان اختيار كلمة جسد لازم كانت تكون موجودة في اسم الفيلم، وكمان بطولية، يعني أجساد بطولية، لأنه إحنا هنا بنحتفي بهذه الأجساد. وإذا يعني اتعمقت في الفيلم بتلقي إنه حتى النساء السودانيات لما بيتكلموا عن أوجاعهم وعن القهر اللي بيحصل لهم في هذا الجسد بيتكلموا بكل قوة، يعني ما كان أبدا في ضعف ولا كان في يعني قدر ما كان في قهر، لكن في قوة في إنه إحنا كيف بنواجه مشاكلنا دي. فلذلك أنا أحتفي بهذه الأجساد البطولية، يعني عشان كده تم اختيار الاسم. الحقيقة إنه المرأة السودانية هي مرأة قوية جدا، وأنا أعلم إنه بالتأكيد هناك كواليس مؤثرة حتى على المستوى الشخصي في هذا الفيلم. ما أبرز هذه الكواليس عن تفاصيل وحكايات للمرأة السودانية؟ والله لما يعني احنا في بعض الافادات، فواحده من الضيوف دكتوره فاطمه بابكر محمود اتكلمت عن تجربتها اللي حصلت لها في الختان. فيعني انا بفتكر دي من اكثر الحاجات اللي كانت صادقه جدا في الفيلم، وخلت يعني احنا دائما بنسمع عن الختان وعارفين الختان ده هو عمليه يعني كيف هي بتتم والحيثيات حقتها وبتتم على الاطفال وكده، لكن احنا اول مره يعني انا اسمع شخص حاصل له الاوجاع تحت العمليه دي، وبتتكلم عن انه هي كيف حتى بعد ذاك الزواج يعني المعاناه حقتها في الزواج وفي الولاده، وانه هي كيف لا تستمتع بالجنس وممارسه الجنس، وانه حتى في الولاده يعني طبعا بيحصل نزيف وتحصل مشاكل كثيره. فهي يعني عمليه بتحصل للطفله بتأزمها نفسيا وبتشوه اعضائها، ولغايه ما تكبر في حاجات كثيره بتترتب على، يعني هي شيء لا ينتهي. هو موضوع في غايه الاهميه بالطبع. صحيح. اختيارك لنماذج وسيدات يعني تاريخية معينة أكيد أخذت وقت طويل، وعايز أعرف منك إزاي اخترتيهم وإزاي اديتيهم المساحة إن هم طمنتيهم إن هم يتكلموا بكل صراحة وبكل انفتاح عن كل اللي المرأة السودانية بتعيشه. طيب مبدئياً أنا عايزة أقول لك إنه الفيلم هو ناتج من بحث أكاديمي. فأنا كنت عملت دراسات عليا اللي في جندر ستاديز في سواس يونيفرسيتي أوف لندن، ولما أنا كنت بكتب في البحث دي هو كان يعني سياسات الجسد في عملية التحرر في الحركة النسوية السودانية. فعملت بحث طويل جدا لمدة 3 شهور، فكان عندي المادة مكتوبة. لما جيت بعد ذاك أنا عايزة أحولها لفيلم، بقيت بحاول أشوف أهم الشخصيات في الجانب النسوي، وحتى احنا عندنا بالمناسبه رجال في الفيلم، يعني هو ما بس فقط نساء. فبدأت ابحث انه منو الكتب ومنو المتخصص، يعني سواء كانوا يعني متخصص في التاريخ عشان اجيبهم كضيوف لل 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 في هذا الفيلم. في نفس الوقت انا كنت بوثق
يعني انا حتى مثلا دائما بتسائل في المقابلات بعد المناقشات بعد الافلام بعد العرض الفيلم وكذا، بيقولوا لي يعني احنا عايزين اكثر، عايزين يعني تعملي لنا هيروي بوديز 2 او كذا. فبقول لهم انا عندي 15 ساعه. انا حقيقي عندي 15 ساعه ماده كبيره ضخمه جدا، ممكن اعمل منها يعني نتكلم عن نضالات وكل ما مرت به المراه السودانيه. يعني هذه نقطه هامه استاذه ساره لو تسمحي لي، يعني استوقفني اولا اكثر من نقطه. النقطه الاولى انه حضرتك حابه تكملي في الجزء الخاص والفن الخاص بالوثائقي، يعني تحديدا هذا النوع، هل هذا النوع بالفعل مؤثر؟ هل يعني قصة الختان عندما عرضت في السودان قبل الأحداث الأخيرة، هل كان لها انعكاس واضح على الفكرة المجتمع الخاطئ فيما يتعلق مثلا بالختان؟ يعني أنا أود الدخول في هذه التفصيلة تحديدا. طيب بالنسبة للختان، أنا عايزة أوضح لك حاجة واحدة بس، إنه إحنا عندنا في السودان في قانون اتسنى في 2020 يجرم الختان، لكن إحنا بعد ذلك لما نجي بنواجه إنه المجتمع لا يجرمه، بنلقى إنه حتى القانون تم يعني وضعه وتم تجريم العادة دي، لكن بنلقى إنها بتحدث لسه في يعني نساء، لسه في عائلات بتمشي بتاخد بناتهم وبتم يعملوا فيهم العملية الفظيعة دي. فإذا هنا ده إحنا محتاجين لشنو؟ محتاجين لتوعية المجتمع. فهي شيء يعني أنت محتاجة لقانون أكيد طبعا، لكن برضو محتاجة لأدوات أخرى، لأن أنت محتاجة تغير العقول. فهي دي الشيء اللي أنا مثلا بحاول من خلال شغلي أقدر أحاول أزرع فكرة، يعني حتى لو أنا ما غيرت عقلك بالكامل أنت كمجتمع يعني في العادات اللي هي صعبة يعني وضارة وكده، أنا أزرع لك فكرة تخليك يعني بس تفكر يمكن يوما ما قد تغيرها. فلسه المجتمع محتاج لشغل كثير. سارة، أنا متخيلة أنه اختيارك لهذه القضية تحديداً كان فيه تحديات وصعوبات كثيرة جداً، سواء في الفيلم نفسه، سواء في مرحلة البحث، سواء في اختيار كل من هو موجود في الفيلم الوثائقي. حابة أنك تحكي لي عن الصعوبات والتحديات اللي أنت قابلتيها أكثر. طبعاً زي ما قلت، هي في كل ما كان في تحديات من نوع خاص. يعني لو بدينا مثلا بكتابة البحث ذاته، كتابة البحث ذاته عشان أنا أتحصل على المواد، يعني أنا زي ما قلت لك هو بحث أكاديمي، فعشان أنا أتحصل على الكتب وعلى المواد كانت حاجة صعبة جدا. حاولت يعني بكل الطرق الممكنة، يعني طرقت كل الأبواب، قدرت أجيب كتب وقدرت أكتب المادة. بعد ذلك جينا للمرحلة اللي بعديها، مرحلة إنك بتحاول تصنع فيلم في دولة هي لا تدعم الصناعة. يعني احنا عارفين انه السينما السودانية هي صاعدة يعني صحيح، يعني هذه نقطة هامة، وأنا يعني نفسي الحديث معك يطول ولكن ليس لدينا العديد من الوقت. ولكن السينما السودانية برغم ما يعاني منه السودان، ولكن هناك طفرة في المواهب، طفرة في الأفلام الموضوعات، إن كانت الأفلام الروائية الطويلة وإن كانت الأفلام الوثائقية، وأنا أود أيضا معرفة لماذا تريد التركيز على الوثائقي فقط. ولكن وصلت إلى مصر طبعا منارة السينما العربية، وأيضا إلى العالم ومهرجانات عدة، كيف ترين التطور الكبير في السينما السودانية؟ طيب هنا ده يعني انا هبدا لك بنقطتين. النقطه الاولى انه احنا عندنا قصص كثيره عايزين نطلعها، يعني احنا السودانيين والشباب السوداني طبعا، يعني السينما هي بتدينا مجال، والفنون عموما انه احنا نقدر نحكي همومنا ونحكي مشاكلنا ونحكي كل المعاناه اللي احنا بنعانيها واهتماماتنا كمان. كمان عندك العالم برضو متشوق جدا انه يشوف ماذا يحدث في السودان. يعني طبعا يعني السينما هي بتقرب الثقافات صحيح. فالحاجة الجميلة اللي حصلت يعني انه انا لما عملت الفيلم دي، احنا عرضنا كان عندنا العرض الاول لاجساد بطولية كان في مهرجان ادفا في امستردام، وهو اكبر مهرجان للافلام الوثائقية في العالم. يعني انا طبعا كنت مبسوطة جدا انهم اخذوا فيلمي، يعني من بين 4000 فيلم أخذوا 300 فيلم وأنا كنت منهم. ومن 300 كان 81 أو تقريبا 80 فيلم دخلوا أقسام، برضو كان إقصاد بطولية من الأفلام دي. الحاجة الجميلة كانت إنه كانوا بيقولوا لي إحنا أول مرة نشوف السودان بالطريقة دي، إحنا أول مرة نشوف الإرشيف الهائل. طبعا يعني لأنه هو فيلم تاريخي، أنا أخذ مني 4 سنين
في رحلة البحث عن الإرشيف، فبتلقي فيه كمية هائلة من الصور القديمة من الفيديوهات. حاجة جميلة بجد، يعني بتخليك انت حقيقة تتعرف على السودان بطريقة مختلفة. ده غير الثقافة كمان اللي أنا بنقولها في الفيلم دي، الثقافات المختلفة في المجتمع السوداني المتنوع يعني. فكانت دي حاجة جميلة والناس كلها عايزة تشوف أكثر. ومواهب قوية جدا أستاذة سارة، يعني أنت موهبة حقيقي، التفاصيل الخاصة بالفيلم كبيرة وفيها العديد من المعاني، وحتى بنظرة عامة على الأفلام التي وصلت إلى العالمية، سواء كانت أفلام قصيرة، أفلام طويلة، أفلام وممثلين حتى في تمثيل لأول مرة جوائز عديدة. أنا بشكرك، للأسف انتهى الوقت، ولكن استمتعنا بوجودك معنا. شكرا جزيلا للأستاذة سارة سليمان المخرجة الخاصة بهذا الفيلم الوثائقي أجساد بطولية. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم. شكرا لك سارة.